السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يسعد لأوقاتكم يا رب حبايب قلبي، إن شاء الله دائما بيكونوا بخير. اليوم إن شاء الله رح ناخذ درس جديد وهو الدرس الثالث باللغة الفرنسية. هذا آخر شيء أخذناه بالدرس الثاني. اليوم إن شاء الله بالدرس الثالث إخواني رح نعطيكم صفات الملكية، les adjectifs possessifs، les adjectifs possessifs، صفات الملكية. شو هن صفات الملكية إخواني؟ أنا عملت جدول، وهذا الجدول طبعا انا صممته، طبعا في جداول مشابهة على الانترنت، بس انا هذا انا ساويته بنفسي، حطيت لكم الوان مشان يسهل الحفظ، لانه الالوان بتساعد على الفهم والدراسة. طبعا رح نزلكم اياه على صيغة PDF مثل العادة مشان تقدروا تحملوه وتدرسوا وتطبعوا على ورقة الى اخره. اول شيء لازم نقرأ الاطارين وشو موجود. يعني اول شيء هو موجود الضمير الشخصي على حسب انه انا انت انتم الى اخره، وهون ماسكولا سانجوليه، ماسكولا يعني مذكر، سانجوليه يعني مفرد، يعني المفرد مذكر، فيمينا سانجوليه يعني مؤنث مفرد، يعني مفرد مؤنث. لاحظوا هون معي اخواني، انا ذكرت بدرس سابق الدرس الثاني على ما اعتقد انه الاي والان يقرأوا ا الا اذا اجا بعدهم حرف صوتي يقرأوا ان. هلا شوفوا الاي هون حرف صوتي، شايفين شلون؟ فيمين ان وليس فيما، فيمين. هلا هي اول اي ان نقراها ان لانه في بعدها حرف صوتي. هلا الاي ان الثانيه ما في بعدها حرف صوتي، فشو بتنقرا؟ اه. شو بتصير الجمله؟ فيمينا. وفي عندنا هون اخر شيء بلوريال، بلوريال بهالطريقه هي. وهلا بنبلش، بسم الله الرحمن الرحيم، بنبلش هون مون، ما، مي، و اس يقرأوا اي، تون، تا، تي، صون، سا، سي. وهلا هون نو تاخد نوتخ، نو، والفو بتاخد فوتخ وفو. هلا في عنا ايل، ال بالجمع، هدول بالمفرد بياخدوا لوغ، لوغ نفس الشيء، ولكن هون في اس لانه بنكون عم نحكي على الجمع. هلا بيخطر على بال الواحد فينا انه شو هذا الجدول، يعني شو يعني هي ما مي تا ما بعرف شو سا نوتخ، شو هي اخواني؟ هي الصفات الملكيه، يعني لما بتحكي، لما بتقول شيء ملكك بخصك، يعني بتقول سيارتي، الاي هي 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 الصفات الملكيه باللغه العربيه. بالفرنسي هي هدول هدول، عرفت شلون؟ سياراتي، سيارتي، مفتاحي، مفاتيحي، مفاتيحكم، مفاتيحكن للمؤنث. هي الملك، يعني انت حطيته، يعني هون نحن حطينا مع كلمة مفاتيح او مفتاح، حطينا مفتاحك، حطينا حرف الكاف، يعني شيء بدل على الملكية. هدول هنين باسمه صفات الملكية يلي هي بتدل على الملكية، ملكية مين الشيء. رح اعطيك الامثلة لحتى توضح اكثر. اكزامبل، امثلة. هلا في عنا فواتور، مثل ما اتفقنا الاو والاي بدي اضل اعيد كرر لحتى تحفظوها، تعرفوا شلون تهجوها. الفو الاو الاو والاي يقرأوا و، فواتور، فواتور بهالطريقة هي. هلا اذا معنى مثال نحن سيارة، سيارة مؤنث، سيارة مؤنث. على فكرة مو دائما الاو اللي بيكون اخر كلمة بتضل على التأنيث، مو دائما بتدل على التأنيث، رح تشوفوا هذا الشيء بالدرس القادم ان شاء الله. مو كل شيء في او اخره بضل على التأنيث، عرفت شلون؟ هلا مثلا عندنا هي السيارة، اذا بدي اقول سيارتي انا شخص، انا يعني هي سيارة وحدة، انا احنا عندنا سيارة وحدة، هي السيارة لمين؟ الي انا. فشو بقول انا؟ مؤنثية، بقول ما فواتور. ليش حطينا ما؟ شوفوا هون اخواني، سيارة هي فمينا، وسيارة وحدة يعني هي فمينا سانجولية وليست بلوريال. شو بناخد؟ ما. ليش اخواني انا قلت ما قلت تا فواتور او سا فواتور او نوتخ فواتور الى اخره؟ لانه انا عم بحكي انه على اساس انه هي السياره الي انا، شو يعني انا؟ لهيك بناخذ الما. وهلا اخواني رح نكفي ورح ورجيكم كل وحده بالجدول وين موجوده. تا فواتور يعني سيارتك، ما فواتور سيارتي انا، تا فواتور سيارتك. وهلا رح نشوفها على الجدول. مثل العادة السيارة مؤنث مفرد لأنه سيارة وحدة، وأنا عم بحكي عن سيارة، أنا عن عنك أنت، أنا عم بعطي مثال. طبعا إذا بتقول إنه هي سيارتك، تو، سيارتك أنت، شو بقول؟ تا فواتور.
وهلا المثال يلي بعده. سا فواتور، شو يعني سا فواتور؟ يعني سيارته او سيارتها. تعالوا نشوف على الجدول مع بعض ليش حطينا سا فواتور. نحن بدنا نقول سيارتها او سيارته، يعني ايل او ايل، فبياخذوا سا. طيب وهلا اذا بدي مثلا بدي اقول انه سيارتنا، شو بدي احط؟ هاي الفمينا سانجوليه، لانه هي السياره فمينا سانجوليه. بنزل لتحت، اوبس، بلاقي انه في نوتخ مشتركه بين الماسكولا سانجوليه والفمينا سانجوليه. شو يعني؟ يعني السياره اذا كان سياره او كان شيء تاني مفرد، مفرد مذكر او مؤنث، بياخذ نفس الكلمه اللي هي النوتخ. رح نشوف مع بعض شلون بدها تصير. وهلا بنشوف سوا نوتخ فواتور، نوتخ فواتور. لاحظوا اخواني سيارتنا. طيب اذا بدي اقول سيارتكم شو بقول؟ فوتخ فواتور، فوتخ فواتور. هلا اذا بدي احكي انا وشخص، بدي احكي انا وياك مثلا، بدي اقول انه هي سيارتهم للمذكر او سيارتهن، شو بحط؟ لور فواتور. شو يعني لور فواتور؟ يعني سيارتهم او سيارتهن. سيارة مين؟ سيارة عدة أشخاص بيملكوها أكثر من شخص. مثل هون سا فواتور بيملكها شخص واحد، سيارته أو سيارتها. بدكم تنتبهوا، هو شوي بتدوخ بس إن شاء الله مع الاستخدام كله بيهون. رح أعطي مثال تاني اللي هو مؤنث، كمان نفس الشيء بس فيه حرف صوتي، لأنه هو ما في حرف صوتي. رح أقول ليش. أمي افيك أو يعني صديقة، امي من دون ال او يعني صديق. شو يعني كلمة افيك؟ انا دائما بقول افيك عشان ما تخربطوا تفكروها من اصل الكلمة. افيك يعني حرف جر وا. لما نقول امي افيك او، يعني انا بكون قصدي عم اشرح لكم انه امي مع حرف او، يعني امي بيجي مع حرف او. عرفت شلون؟ هي رح نقولها كثير بالمستقبل ان شاء الله. هلا اذا بدي اقول انه صديقتي مثل سيارتي، هلا هون شو لازم احط؟ لانه صديقتي لازم احط ما. اوبس، ما حطينا ما. ليش حطينا مو ما حطينا ما؟ اخواني اذا بدنا نقول ما امي، ما امي بتحسوها مثل كانه واحد هندي عم يتعلم شويه عربي وعم يحكي عربي مكسر، ما بتزبط. لازم تقولوا منامي. شوف شلون طلعت منامي، يعني ما تفركش كلامكم انتوا عم تحكوا، ما تفركشتوا بالكلام. عرفت شلون؟ شوفوا اذا بتقول ما امي، واذا بكون حاطه بجمله اقعد بقى اقول ما امي يعني بتبلشوا مثل كأنه واحد هندي عم يحكي عربي مكسر، عرفان ما عرفان يحكي بطلاقه. اما بدكم تتعلموا بطلاقه بدكم تتعلموا من الصفر بهالطريقه هي. هلا هي لازم تكون ما، هي ما امي لانه مؤنث، ولكن بالاستثناء لانه حرف صوتي الا حرف صوتي حطينا مو. طيب شو هن الاحرف الصوتيه؟ الاحرف الصوتيه هن ا او اي يو، وفي عنا اجريك. هلا برجيكم الاجريك شلون شكله، اللي هو حرف الواي بالانجليزي. هلا بدي اقول صديقتك، شو بقول؟ تا امي ولا بقول تونامي مثل ما اتفقنا؟ اذا بقول تونامي. طيب سا امي ولا صونامي؟ صونامي. هو لازم تكون سا، لازم تكون تا، لازم تكون ما، بس ما بنحط لانه في حرف صوتي مشان سهولة التكلم. هلا بنيجي على نوتخ. نحن اتفقنا انه نوتخ وفوتخ ولور بياخذوا نفس الشيء بالمذكر والمؤنث، يعني ان كان امي مع او مؤنث ولا كان امي يعني صديق من دون او، كله بياخذ نفس الكلمه. يعني شو بنقول؟ نوتخ امي صديقتنا، فوتخ امي صديقتكم، لور امي صديقتهم او صديقتهن اذا كان مؤنث او مذكر، نفس الشيء. هلا بنعطي مثال اخر بس رح يكون هالمره بالمذكر، يلي هو ستيلو. الستيلو هون اخواني مذكر، فاذا هلا مذكر شو بياخد؟ ما ولا بياخد مو؟ المذكر، المذكر بياخد مو. شو بتقولوا؟ مون ستيلو. مون ستيلو يعني قلمي. تون ستيلو قلمك، سون ستيلو قلمه او قلمها، بتصيرها نوتر ستيلو يعني قلمنا، فوتر ستيلو يعني قلمكم،
لور ستيلو يعني قلمهم. وهلا بنعطي مثال اخير اللي هو جمع انفان، جمع اطفال يعني، في حرف اس بيختلف. رح نروح نرجع على جدول اورجيكم شلون. وهي الجدول اخواني، نحن عم نحكي عن الجمع. شوفوا الجمع مي تي سي نو فو لور، لور نفسها لور لور، بس هون في حرف اس. هلا بنرجع للاطفال لحتى نتابع مع بعض شو لازم تكون. انفان، مي انفان، ليش ما قلنا مي انفان؟ بتصير فيك تقول مي انفان، ما حدا له عندك شيء، بس لحتى ما يطلع منظرنا مثل ما قلنا مثل الهندي اللي عم يحكي عربي مكسر. عرفتوا شلون؟ بيكون عم يحكي مع واحد بلا انت حلوه انت، بيكون هو طبعا قصده انه انت حلو. نحن بدنا نتعلم اللغه الفرنسيه على اصولها مشان ما يبين علينا انه نحن هنود لما بنروح على شيء موعد او مقابله. هلا هون ليش قلنا مي زانفون مو مي انفون مع انه نفس الشيء؟ لانه الاس بس يجي بعده حرف صوتي، الاس من اخر الكلمه الاولى، بس يجي بعده حرف صوتي من اول الكلمه الثانيه بنقرا زد، مي زانفون مي زانفون. الا والان يقراوا او بهالمعنى هذا، ما بيقراوا ان، ما فيك تقولوا ان الا اذا كان بعدهم حرف صوتي، اذا بعدهم حرف صوتي يقراوا ان. تي زانفون تيز انفون يعني، هلا هي ميز انفون يعني اطفالي، تيز انفون يعني اطفالك. اذا بدي اقول مون انفون يعني بدي احط هي مون انفون، بتجي بمعنى طفلي. اذا بدي احط تون انفون يعني طفلك، سون انفون يعني طفلها او طفله يعني المذكر او مؤنث، بس هون لانه جمع حطينا تيز انفون ميز انفون لانه هي الاطفال جمع. ses enfants يعني أطفاله أو أطفالها. طيب nos enfants يعني أطفالنا. طيب إذا قلنا notre enfant، إذا حطينا notre شو يعني؟ يعني طفلنا، لأنه طفل واحد. أما nos enfants يعني مو بس طفل واحد، يعني أطفالنا، عندنا أكثر من طفل. vos enfants يعني أطفالكم. leurs enfants يعني أطفالهم. ولهون حبايبي بنكون خلصنا درس اليوم بعون الله تعالى. بتمنى انه تكونوا استفدتوا، وبتمنى انه يكون تكونوا يعني فهمتوا الدرس، يكون الشرح كان مبسط اليوم عم بتمنى كثير، وبتمنى كمان انه تدرسوا لحتى يتثبت بمخكم، لان انتم فهمتوا الدرس بس اذا ما درستوه رح تنسوه، ضروري انكم تدرسوه، هذا الشيء ضروري كثير. ورح ننزلكم الجدول اللي هلا كنا عم نشتغل عليه من شوي وهالامثله هي، رح ننزلكم اياها باذن الله على صيغه PDF بصندوق الوصف لحتى تقدروا ترجعوا وتدرسوا ما تتعذبوا فيها، تكون سهلة كتير. بتمنى انه تشاركوا الفيديو وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد، وانتبهوا على حالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.